صلوا بينا على النبي. وبيبدأ المسلسل مع الطالبة آنا اللي كانت بتتكلم مع صاحبتها ميرا المفضلة، وبتعرف إنها هتسافر كام يوم وترجع تاني، وبتكون آنا متضايقة علشان صاحبتها هتسافر، وبتقولها إنها وحيدة ومعندهاش صحاب غيرها. وبتبدأ بعدها ميرا تشرح لها إزاي يكون عندها صحاب، وبتقولها إنها لازم تكون اجتماعية وتفطر مع البنات في الجامعة، وبتقولها كمان إنها لازم تشتغل ومتبقاش قاعدة لوحدها، وإنها بكده ممكن تكون اجتماعية وتتصاحب مع الطلبة. وبتبدأ بعدها آنا تفتكر يوم ما راحت للمدرسة في ثانوي، وإنها كانت انطوائية ومش بتتعرف على الطلبة. وبنعرف بعدها إن ميرا راحت لها في يوم تعرفت عليها، وإنها بعدها بقت صاحبتها المفضلة وعايشة معاها. وفي تاني يوم بنشوف آنا راحت للجامعة، وبتقرر إنها تمشي على تعليمات صاحبتها ميرا وتكون اجتماعية. وبعد لحظات بنشوفها كانت عايزة تفطر مع واحدة من البنات علشان تتصاحب معاها، لكنها بتلاقي كل بنت قاعدة مع صاحبتها وبتفشل. وبنشوفها بعدها راحت تدور على شغل في الكافتيريا، لكنها بتفشل للمرة التانية ومش بتلاقي. وبعد ما آنا بتروح للفصل وبتقعد لوحدها، بتلاقي بعدها المدرس بدأ يتكلم وبيقول لهم إنه عايزهم يتقسموا المجموعات أثناء الشرح. وبنشوف بعدها حد من الطلبة راح لآنا وبياخدها للطالب توم، وبيكون عايزهم يكونوا في مجموعة واحدة. وبنلاحظ وقتها إن توم ما كانش عايز ينضم للمجموعة وبيمشي، بس آنا بتوقفه وبتقول إنه المدرس هيتخانق معاهم وإن هما لازم يكونوا مجموعة. وبعد ما توم بيوافق إنه يكون معاها في مجموعة واحدة، بيمشي بعدها معاها علشان يوصلها. وساعتها آنا بتبدأ تشكره على اللي عمله معاها، وبنعرف وقتها إنه ساعتها تلاقي شغل. وبيقرر بعدها توم إنه يكون صديقها، وبتروح بعدها آنا لشغلها الجديد وبتبدأ تشتغل. وبعد كم يوم بنشوفها بدأت تتكلم مع صاحبتها ميرا في الموبايل، وبتقولها إنها اتصاحبت مع حد في الجامعة. وبتبدأ بعدها آنا ترسم الزبون اللي بيجي للكافتيريا، وبتقول إنها بدأت تعجب بيه وخايفة تعترف له. وبتلاقي ساعتها جالا وبتديه القهوة بتاعته، وبتفضل بعدها تبص ناحيته وهي مبسوطة. وبعد ما الزبون بيسيب الكافتيريا وبيمشي، بيلاقيها بعدها كانت بتقفل الباب، وبيقولها تعمل اليافطة بتاعت الباب على الاتجاه المقفول. وبيقرر بعدها الزبون يوصلها علشان الوقت اتأخر، وبيعرفها على نفسه وبيقولها إن اسمه كوين. وبتعدي بعدها الأيام، وبنعرف إن كوين فضل يوصلها لبيتها، وبيقولها إنها بقت صديقته. وفي يوم بنشوف آنا كانت بتفطر في الجامعة، وبتلاقي توم جالها وبيفطر معها. وبعد ما توم بيسيبها وبيمشي، بتلاقي البنات جم يتكلموا معاها وبيحذروها متقربش من توم علشان هو حد انطوائي وبيقعد مع نفسه. وبيقولوا لها كمان ان في واحدة من البنات راحت له علشان تتعرف عليه، لكنه ما كانش بيرد عليها ومشيت بعدها. وبنشوف بعدها انا راحت لشغلها وبتتكلم مع كوين اللي كان بيقول لها انه عايز يسافر مع واحدة بيحبها، وبتكون انا فاكراه بيتكلم عليها وبتبقى مبسوطة. وبتروح بعدها تسهر مع توم وصاحبهم التالت، وبيكون توم متضايق من صاحبه علشان بيفضل يضايقه وبيقرب من آنا، وبيبدأ إنه يرش عليه المشروب وبيستهزأ بيه. وساعتها صاحبه بيتعصب من اللي حصل وبيضربه، وبتروح بعدها آنا تقعد مع توم وبتعالجه. وبعد ما آنا بتبدأ تتكلم معاه عن الكلام اللي عرفته عنه، بيقولها إنه ما كانش سامع البنت اللي عايزة تتعرف عليه بسبب السماعة. وبتعرف وقتها إن توم مش انطوائي، لكنه مش بيحب يسهر مع الطلبة وعايز يقعد لوحده. وفي تاني يوم بنشوف آنا كانت بتفطر في الجامعة، وبتقرر إنها تروح لكوين وتعترف له بحبها. وبنشوفها بعدها بدأت تعمل ميك اب وبتظبط شكلها، وبتختار الهدوم المناسبة اللي هتروح بيها. وبعد ما أنا بتروح لشغلها وبتتقابل مع كوين، بتقوله يرتاح وهي هتديه القهوة بتاعته. وفي نفس الوقت بيلاحظ توم إن الكراسة بتاعتها كانت في شنطته، وبيفتكر لما أخدها معاه وهي مش في وعيها. وبعد ما توم بيشوف الرسومات اللي كانت رسماها، بيعرف إنها معجبة بزبون عندها، وبيعرف كمان إن عندها صديقة مفضلة اسمها ميرا، وبيقرر يروح للكافتيريا ويديها الكراسة بتاعتها. وبنشوف بعدها آنا راحت لكوين وبتديه القهوة، وبتقوله إنها عايزة تكلمه بحاجة ضروري. وفي الوقت ده بنشوف صاحبتها ميرا رجعت من السفر، وبتكون عايزة تروح للكافتيريا وتطمن عليها. وبعد ما آنا بتتغلب على خوفها وبتكون هتعترف له بحبها، بتلاحظ وقتها صاحبتها ميرا جت للكافتيريا وبتسلم عليها. وبتلاحظ وقتها إن كوين وميرا يعرفوا بعض، وبتقولها ميرا إن كوين بيكون حبيبها. وما توم بيوصل للكافتيريا علشان يديها الكراسة، بيلاقيها بدأت تعترف لكوين بحبها وبتمشي. وساعتها توم بيوقفها وبيتظاهر ان الكلام كان موجه ليه، وبيكون مش عايز يحرجها قدام كوين وصاحبتها. وبعد ما توم بيقولها ان هو كمان معجب بيها، بتروح بعدها تقعد معاه في مكان هادي وبتشكره على اللي عمله معاها. وبيكون توم عايزها تتظاهر انها حبيبته علشان شكله ما يبقاش وحش قدام صاحبتها ميرا في الجامعه. وبعد ما انا بتعرف ان عنده حق وما ينفعش يعرفه بحاجه، بتوافق انها تتظاهر تكون حبيبته. وبنشوف بعدها انا كانت بتاكل مع ميرا اللي بتتخانق معاها علشان ما اتكلمتش انها بتحب توم زميلها. وبتكون ميرا عايزاها تطلب من توم يخرج معاهم في موعد جماعي، بس انا بتكتب عليها وبتقولها ان عنده شغل. وساعتها ميرا بتطلب منها تكلمه في الموبايل وهي شايفاها، وبيكون توم ما عندوش مشكله وبيوافق يخرج معاها. وفي تاني يوم بنشوفهم راحوا كلهم للسينما، وبيكون باين على كوين انه مبسوط مع ميرا.
وبعد ما بيخرجوا من السينما بنشوفهم بعدها راحوا ياكلوا مع بعض وبيتبسطوا. وبنشوف بعدها ميرا بدأت تتكلم مع توم وبتطلب منه يخلي باله من أنا صاحبتها. وبعد ما ميرا وكوين بيمشوا بيلاحظ توم إن أنا كانت زعلانة وبيقولها إنه هيساعدها تنسى كوين اللي بتحبه. وما أنا بتسأله عن الطريقة بيقولها إنها لازم تكرهه علشان اللي بيكره حد مش هيحبه تاني. وبتقرر وقتها أنا إنها هتبدأ تكرهه وبيقولها توم إنه هيساعدها في أي حاجة تطلبها. وبنشوفها بعدها رجعت للبيت وبتحاول إنها تعرف إزاي تكره حد بس مفيش نتائج بتظهر لها في الإنترنت. وبعد ما أنا بتقعد تفكر مع نفسها إزاي تكرهه بتقول إنها لازم تمشي من الكافتيريا علشان ما تتقابلش به تاني. وفي تاني يوم بنشوفها راحت لمدير الكافتيريا وبتقوله إنها عايزة تمشي لكنه بيقولها إن مراته تعبانة وعايز يخلي باله منها. وبتكون أنا سمع كلامه متأثرة وبتقول إنها هتخلي بالها من الكافتيريا لغاية ما مراته تخاف. وبتلاقي بعدها كوين جالها وبيكون عايز القهوة بتاعته وبنلاحظ إنها ما كانتش عايزة تتكلم معها وبتحاول تبعده عنها. وبيكون كوين عايزها تسأل صاحبتها ميرا عن الحاجة اللي بتحبها علشان عايز يعمل لها مفاجأة في يوم ميلادها. فبتقول له أنا إنها موافقة تتكلم معاها وبتروح تاني يوم للجامعة وبتكون متعصبة. وبعد ما أنا بتروح لتوم وبتخرج معاه بتعرفه إن الخطة فشلت وإنها مش عارفة تكره كوين. فبيقول لها تدور على الحاجة السلبية اللي فيه وتكرهه من خلالها علشان كل إنسان بيكون عنده حاجات سلبية. وفي تاني يوم بنشوف أنا كانت عايزة تمشي على الخطة بتاعة توم لكنها كانت شايفاها جميل ومش بتلاقي حاجة سلبية فيه. وبنشوفها بعدها راحت لتوم وبتحكي له باللي حصل وبتقوله إنها مش عارفة تلاقي حاجة سلبية فيه. وبعد ما أنا بتروح تتكلم مع صاحبتها بتلاقي وقتها كوين ظهر وبيكون مبسوط مع ميرا. وأما أنا بتروح للجامعة تاني يوم وبتتكلم مع توم بيقولها توقف تعمل أي حاجة وتريح نفسها. وساعتها أنا بتقوله إن عندها خطة بديلة وإنها هتخليه هو اللي يكرهها علشان ما تكونش معجبة بيه. وبيكون توم مستغرب من طريقة تفكيرها بسبب إن كوين مش بيحبها علشان يكرهها. وبعد ما أنا بتروح للكافتيريا وبتديه القهوة بتاعته بيلاحظ كوين إنها كانت بتتكلم وبيقولها إنه مش سامعها. وبنلاحظ ساعتها إنها كانت عايزة تخليه يكرهها وتنفذ الخطة بتاعتها وبتقوله إنها ما كانتش بتتكلم عنه. وبيكون كوين مستغرب من طريقة تعاملها معاه لكنه بعدها بيروح يسألها إذا اتكلمت مع ميرا عن الحاجة اللي بتحبها. فبتقوله أنا إنها كانت ناسية وبتعتذر له بس بتوعده إنها تتكلم معاه وتبلغه بعدها. وبعد ما أنا بترجع للبيت وبتسأل ميرا عن الحاجة اللي بتحبها بتقولها ميرا إنها بتحب الرحلات والتخييم. وبتكون ميرا عارفة إن كوين اللي طلب منها تتكلم معاها وبتقولها تروح تبلغه بالكلام اللي قالت لها. وبتحاول وقتها أنا تنكر إنه كلمها بس ميرا بتقولها إنها بتحبه وعارفة طريقة تفكيره. وفي تاني يوم بنشوف أنا كانت بتتكلم مع صاحبها توم وبيكون باين على توم إنه معجب بيها. وبعد لحظات بتتقابل أنا مع بنتين من الجامعة اللي كانوا عايزين يعرفوا إذا كانت بتحب توم. وما أنا بتقولهم إن هم صحاب مش أكتر بتلاقي واحدة طلبت منها تعرفها على توم علشان بتحبه. وبتضطر وقتها أنا إنها تاخدها تشرب القهوة معاهم وبنلاحظ إن توم كان متضايق ومش عايز يقعد مع بنت غيرها. وبيقرر ساعتها توم إنه يضايقها بسبب اللي عملته وبيقولها تروح تشوف شغلها. وبيبدأ بعدها يتكلم مع البنت وبتكون أنا متضايقة. وبعد لحظات بنشوفها كانت قاعدة لوحدها وبتعرف إن الرسالة بتاعت ميرا إن هم هيروحوا في رحلة تخييم. وفي تاني يوم بنشوفها كانت واقفة مع ميرا وكوين وبيجي بعدها توم وبيقرر إنه يروح معاهم. وبنشوفهم بعدها راحوا كلهم لمنطقة التخييم وبيعملوا الأكل وبتحاول أنا إنها تدوق الأكل اللي عمله توم. وبعد لحظات بنشوفهم كانوا قاعدين مع بعض وبيتكلموا وبيقرر إن هم هيلعبوا لعبة الصراحة. وبيبدأوا بعدها اللعب وبيجي الدور على كوين وبتسأله أنا عن الحاجة اللي بيحبها في ميرا. فبيقولها كوين إنه بيحب كل حاجة فيها وإنه مش هيتخلى عنها مهما حصل. وبعد ما الدور بيجي على توم وبتسأله ميرا عن الحاجة اللي بيحبها بيقولها إنه بيحب أنا وهيفضل معها. وبنلاحظ وقتها إن أنا كانت مصدومة من كلامه وبتروح بعدها تتكلم معاه بعيد عنهم. وأما أنا بتسأله إذا كان قال كده علشان ما يعرفوش إن هما بيتظاهروا بيقولها إنه بيحبها بجد وعايز يكون معها. وبيعرفها بعدها إنه كان بيحبها من أول يوم شافها لكنه كان خايف يعترف لها بحبه علشان كانت بتحب كوين. وبتكون أنا مصدومة من كلامه وبتعيط وبتلاقيه بدأ يقولها إنه مش عايز يتظاهر تاني وبيمشي. وبعد ما أنا بترجع لمكان التخييم بتلاقي ميرا ما كانتش عايزة تتكلم معاها وبتعرف إنها شافت الكراسة بتاعتها وعرفت بحبها لكوين. وبتحاول ساعتها أنا تتكلم معاها وتشرح لها اللي حصل بس ميرا بتقولها إنها زعلانة على الصداقة اللي بينهم. وبتعدي بعدها الأيام وبنشوف أنا كانت قاعدة لوحدها وبتكون زعلانة علشان خسرت أفضل صديقة ليها. وفي يوم بتلاقي كوين جالها وبيقولها إنه عرف بكل حاجة وبيعتذر لها علشان ما كانش ملاحظ حبها ليه. وبيعرفها وقتها إن ميرا بتحبها وإنها ما شافتش الكراسة بتاعتها زي ما كانت فاكرة. وبعد ما أنا بتعرف إنها كانت سمعاها وهي بتتكلم مع توم بتبدأ بعدها تفتكر ذكرياتها معاها وإن ميرا كانت بتخاف عليها وبتحبها. وفي تاني يوم بنشوف أنا كانت ماشية في الجامعة وبيبدأوا البنات يتنمروا عليها وبيستهزأوا بيها. وساعتها ميرا بتتعصب من اللي حصل وبتروح تتخانق مع البنات
وبتنجح بإنها تضربهم وتدافع على صاحبتها. وبنشوف بعدها أنا راحت تقعد مع ميرا وبتعتذر لها، وبتلاقيها بدأت تقولها ما تخسرش توم اللي بيحبها، وبتقرر وقتها أنا إنها هتكون مع الشخص اللي بيحبها، وبتنجح بإنها ترجع علاقتها مع صاحبتها زي الأول. وبنشوف بعدها أنا راحت لبيت توم وبتكلمه في الموبايل، بس بتلاقيه ما كانش بيرد عليها. وساعتها أنا بتستغل الوضع وبتقوله إنها بدأت تعجب بيه، وبتعرف بعدها إنه كان واقف وراها وسامعها. وبيبدأ بعدها توم يتكلم معاها وبيقولها ما تتكلمش مع نفسها في الموبايل، وبيطلب منها تعيد الكلام اللي قالته. وبعد ما أنا بتقوله إنها بدأت تعجب بيه، بيقولها إنه بيحبها ومش هيسيبها، وبيقرر إن هما هيكونوا مع بعض على طول. الفيديو ده كتبه عمرو، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وكمان تابعونا على قناة انمي في ثواني علشان تشوفوا ملخصات الكرتون، وهتلاقوا روابط الانستا تحت في الوصف، واعملوا لها فولو هي كمان. سلام.